اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ معكم راني. صرنا طبعا انتم قناة سوبر لينكس، وصرنا بالقسم 3.2. هلا اذا بتلاحظوا معانا بكتاب انفيديا كودا سي بروجرامينج، برمجة انفيديا كودا بلغة سي بلس بلس، بتلاحظ السكشن 3.2 طويل ومتفرع كتير. هيا لاحظوا، اوكي، للاخر لحد هون لصفحة 80 عندنا هون، من 19 لصفحة 80. فنحن رح نعمله، رح نصير نقرا يعني السكشن الفرعي، يعني 3.21 3.22. هلا مجرد اوكي، فعشان تفهم كيف تتابعوا باقي الفيديوهات تمام عبين ما يخلص هذا السكشن. السكشن هذا شكله هو من الواضح انه سكشن جدا يعني صاير زبدة ال او جوهر، مش الزبدة، جوهر الكودا صرنا داخلين. وبعدين بيبقى لنا فصلين، حتى الفصلين الباقيين هن صغار، ماشي، لاحظوا عليهم هم كتير كبار تمام. فالفصل الثالث هو الدسامة فيه، ماشي. طيب فاذا عم بيحكي هو هون عن الكودا ران تايم، اوكي. الكودا ران تايم يعني هو مكود او معمول الكود تاعته ب مكتب اسمه الكودا RT يعني ران تايم، اوكي. ران تايم يعني وقت التشغيل، اوكي. هون بيحكوا عن مكتبات وقت التشغيل، اوكي، لما تشغل المكتبات اللي بتعنى بوقت تشغيل البرنامج المكتوب بطريقه بلغه سي بلس بلس بطريقه كودا يعني، اوكي، او اللي داخل فيه شغل الكودا يعني. فاللي هو بيكون مربوط، اوكي، يعني او عم بيحكي الكودا RT هي هالمكتبه اللي بتكون اصلا مربوطه على التطبيق، يعني يا بتكون مربوطة عاملة لينكينج يعني، اوكي، يعني يا بطريقة ثابتة ستاتيك، اوكي، باستعمال المكتبة كودا rt.lib. هاي بطريقة، بظن طريقة بطريقة بلا المهم، هاي طريقة ويندوز الأولانية .lib، وطريقة لينكس بتكون أو أنظمة لينكس بشكل عام بتكون lib كودا rt.a، أو بشكل ديناميكي، اوكي، اللي هي بتسموها كودا rt.dll، بيعمل ملف dll على جنب، اوكي، او lib كودا rt.so، هاي بطريقه يونكس، اوكي. so اختصار ل software object، بالdll اختصار ل dynamically linked library، اوكي، يعني مكتبه مربوطه بشكل ديناميكي، بمعنى انه بتعمر البرنامج بس الفانكشنز بيكونوا مكتوبين بملف مستقل، ويعني وقت الطلب بفوت على هذا الملف، اوكي. بس مرات ممكن يضل البرنامج شغال على الرغم انه اذا هذا الملف انه مش موجود يعني، اوكي، ممكن يضل شغال يعني. بشكل عام، بشكل عام مش بس بالكودا يعني، بشكل عام كبرمجة، اوكي، ممكن البرنامج يضل شغال بس بقول لك هذا الملف مش موجود، فاحنا ما فينا نستعمل هاي المكتبات، اوكي. المهم وهيك بالطريقه هاي انت بتحطهم في الرام هو المكتبات وقت الحاجه، مش دائما بيشتغلوا يعني، بتلاقيهم مش ماخذين مساحه من الرام، اكيد ماخذين مساحه من الهارد ديسك طبعا يعني، اوكي. الستاتيك لينكينج بيكون يعني المكتبه بتقراها وبتضبها داخل الملف التنفيذي الاي اكس اي عندك في ويندوز، اوكي، او ما يقابله الباينري فايل، الملف التنفيذي تبع أنظمة يونكس، أوكي، بماك أو لينكس تمام. طيب التطبيقات اللي هي يعني بتحتاج الكودا آرت دي ال ال، أوكي، أو الكودا آرت اس او للربط الديناميكي، أوكي، أو الوصل الديناميكي الدايناميك لينك، عادة تحتوي أو يعني بتدخلهم، اوكي، او بتضمنهم او بتضبهم، اوكي، كجزء من يعني حزمه تنصيب البرنامج، اوكي. يعني بتجيب هالزب فايل بيكون في ملف الدي ال ال موجود، اوكي، داخل ملف الزب مثلا بطريقه زب، او ملف الامصاي، او مثلا عندك بطريقه دبيان بتستعمل ملفات دي اي بي، بطريقه ريد هات، بتستعمل الار بي ام، اوكي. فهي بتكون يعني آمنة، إن يعني شيء آمن إنك تمرر العنوان تبع رموز الكودا رانتايم
بين المكونات اللي هي بتربط على نفس اللحظة أو نفس التشغيلة من الكودا ران تايم. أوكي، ف كل نقاط الولوج تبعها هي بتكون يعني الدوال هاي اللي بدك تطلبها بتكون اصلا مكتوب باول اسم كلمه كودا، تمام؟ هذول العلاقه بالران تايم، تمام؟ ومثل ما ذكرنا في الحصه السابقه عن يعني الهيتروجينس بروجرامينج، البرمجه الغير متجانسه مخلوطه، اوكي، خليطه، ف يعني طريقة التكويد ب أو طريقة البرمجة الخاصة بكودا كيف بتفترض أن السيستم بيكون مؤلف أو مكون من الجهاز، أوكي، الكمبيوتر وكرت الشاشة، أوكي، الهوست والديفايس، الهوست والكمبيوتر والديفايس وكرت الشاشة، أوكي، وكل واحد له يعني حصته ومساحته الخاصة من الرام، أوكي، كل واحد له هو الذاكرة الخاصة فيه، تمام؟ هلا هون هذا الشرح عن ذاكرة الديفايس ميموري، عن ذاكرة كرت الشاشة، بيعطي نظرة عامة عن دوال وقت التشغيل المستعملة حتى يعني تعمل إدارة لذاكرة الذاكرة داخل الخاصة بكرت الشاشة، اوكي؟ فإذا كبسنا عليها هلا، اوكي، بننزل هون على 3.22 وبيشرح لنا إياها، ماشي؟ احنا راح نوقف بهذا الفيديو على 3.21، اوكي؟ يعني ما نمشي مع الشرح، تمام؟ هلا عندنا كمان للشيرد ميموري، هي في إلها كمان هون، تمام؟ للرام المشتركة، اوكي؟ اوكي، فكمان عندنا هون الشيرد ميموري او الذاكره المشتركه، عندنا هذه السكشن او القسم هذا 3.24 بيشرح الاستعمال، يعني هو عم بيقول لنا شو رح نتعلم هلا، اوكي، فبيشرح الاستعمال للذاكره المشتركه اللي تم استخدامها في أو تعريف عنها في ثريد هيرارشي، لما حكينا عن كيف تراتبية وهرمية شو اسمه المساقات أو عفوا المسارات أو المسالك التشغيلية المتجازية threads، أوكي، حتى تزيد وتعلي الأداء، أوكي، فمستعمل shared memory حتى تعلي الأداء. طيب في كمان عندنا هون شايفين عم نحكي هون بالقسم على صفحة 33 بالكتاب، في عندنا شيء اسمه page locked host memory، اوكي، في ذاكرة بتخص بكرت بالكمبيوتر الرئيسي، اوكي، بالكمبيوتر ككل، في بتعمل انت locking على البيجينج، اوكي، على يعني بتعمل مطرح من الذاكرة بتعملها نوع من القفل، بتسكر عليها، ممنوع تنكتب لفترة معينة، اوكي، وبعدين هاي يعني الواحد بيحتاجها حتى يعني كيف هون يعمل كيف اوفرلاب، يعني يصير كيف بدي اقول لكم، خلينا نجيب، انا بعرف شو معناها كمعنى بس، اوكي، التداخل هون بقول لك، تمام، هي تداخل تراكب تشابك، الفكره انه بصير انه بتحط انت مثلا كيرنل على كيرنل ثانيه، نواه على نواه ثانيه، اوكي، وبكون في التداخل هذا بين بتشغيل النواة، يعني دالة النواة، اوكي، مع بتكون تتداخل مع شو؟ مع انتقال الداتا بين الميموري تبع او الذاكرة تبع كرت الشاشة وذاكرة تبعية الكمبيوتر بين الهوست والديفايس ميموري، اوكي. طيب في عندنا كمان asynchronous concurrent execution. asynchronous يعني غير متزامن، يعني مش الترتيب الثريدز ما له يعني ما له أهمية هون، اوكي، او concurrent بيكون معناها بتلاقيين، اوكي، ما في عندك توازي وتلاقي،
التوازي والطلاقه بيشتغلوا بنفس الوقت، اوكي، بس مش معناها انه شو اسمه، مش بس الطلاق يعني، حتى لو بحسسك مشتغل بنفس الوقت مش معناها فعلا توازي، اوكي، بمعنى انه انت عندك بيكون لما بنحكي عن توازي يعني المفروض ما يتقاطعوا بالمره، بس بالطلاق عم يشتغل بنفس الوقت، وهذا اهميه الثريدز، انه كل شيء ممكن يشتغل بنفس الوقت بشكل سريع جدا، اوكي، بس عم بتلاقوا على النقطه، تمام. ف هون هذا هاي الحصه، اوكي، هيها 3.26، اوكي، بيوصف المفاهيم والمكتبة البرمجية المستعملة حتى تفعل يعني التشغيل المتلاقي الغير متزامن، اوكي، على مستويات وطبقات مختلفة في النظام، اوكي، بالكمبيوتر ككل يعني. طيب بعدين هون لما بيحكي عن مالتي ديفايس سيستم، اوكي، مالتي ديفايس سيستم يعني سيستم الكمبيوتر عنده كذا كارت شاشه، اوكي، فكيف فبقول لك كيف ال يعني الشكل البرمجي، اوكي، ممكن تكبره، اوكي، انك بحيث انك تستعمل كذا كارت شاشه بنفس الوقت، اوكي، على نفس المكنه، تمام. فهذا راح اشرح لياته هون في 3.27. طيب هلا هون في عندنا ايرور تشيكينج، تحقق من الاخطاء، اوكي، فكيف انت خلال وقت تشغيل البرنامج تتحقق انه من يعني هلا انت بتكون كتبت البرنامج طبعا، هو عم بيشتغل بتكون حاطط الشروط انه تعرف انه شو الخطا اللي طلع، فانت بهالطريقه بتكون عم تعرف شو من رمز الخطا، من رقم الخطا شو صار يعني، اوكي. هلا هون الكول ستاك، يعني في عنا اشي العلاقة ب يعني انه كيف في ذاكرة مخصوصة بتحط فيها طبعا النواة تبعت يعني الدالة اللي بتشتغل داخل كارت الشاشة الكارنر نفسه، ف كيف بتم مثلا انك انت هون في عندنا بصير عندك function بتكون فوق function فوق function فوق function بتعمل لهم stacking، بتعرف شو، فكيف بتصير بتم الطلب هون على الدوال، اوكي، الذاكره المال هذا، وكيف تعمل له اداره. هلا هون في عندنا كمان شغله اسمها تكستشر اند سيرفس ميموري، يعني في عندك الذاكره المخصصه ب بالذاكره اللي بنسميها للسطح والتكستشر، يعني كيف بقول لك، يعني الرسمي مثلا لما انا بدي اجيب مثلا مساحه معينه، اوكي، وبدي زي ما حكينا هذيك المرة تحط بلاطات وخلافه، شو اسمه، مهم اللي هو، فانه بصير انت تعبيها هاي بصور، اوكي، او بصورة واحدة وبتتكرر كتير زي بلاطات حد بعض، اوكي، فهاي التكستشر هون، اوكي، نسيج تبع الرسمة تبعتك، اوكي، فإلهم محلات بالذاكرة، بذاكرة مخصصة لإلهم، أوكي؟ فهاي ال يعني هون بنكون بتوفر إلنا، أوكي؟ هالذواكر هاي اللي بتأمن طريقة أخرى لحتى توصل على ذاكرة كرت الشاشة، أوكي؟ ذاكرة كرت الشاشة فيها ذاكرة مخصوص للرسوميات يعني مخصوص فيها، فمشان هيك عم بدنا كيف نقدر نفوت على القسم من الذاكرة، اوكي، وكمان بالتالي بتكشف لنا وبتعرض لنا شي مجموعة جزئية من العتاد اللي خاص بكروت بمعالجات كرت الشاشة اللي شغلتها تعمل التكستشر، بتعمل النسيج هذا، اوكي. هلا بس عشان انا دائما نجيب الكلمة، تمام، على ترانسليت، اوكي، بس لانه انا درستها كهي الملمس، هن بيحكوا عن ملمس، عن نسيج، عن تركيب وتشاكم اللي هو، فهن بس عشان لانه بالرسوميات او بالكارت الشاشة المفهوم مختلف، اوكي، شو النسيج يعني، اوكي،
كيف نسيج الالوان زي جاي بالرسم. اوكي طيب هلا كمان هون جرافيكس انتر اوبرابيلتي، يعني هلا بنحكي عن اوبرابيلتي يعني القدره على التشغيل من كلمه اوبريت. اوكي ولكن انت بتحكي هون عن انتر اوبرابيلتي، يعني يعني كيف بقول لك زي الاخذ والعطاء. اوكي في وقت التشغيل او القدره بالاخذ والعطاء. اوكي مع الرسوميات. اوكي لهيك بتصير تقدر انت من تشغيلك بين الكودا وبين مكتبات بتشبه الاوبن جي ال اللي هي العلاقه بالرسم اوكي وتمثيل ثلاث الابعاد او دايركت 3 دي، اوكي بتصير تقدر يعني تعمل ترابط بين الاوبن جي ال والدايركت 3 دي. اوكي وهيك بتصير تعمل عمليات حسابيه سريعه وبنفس الوقت بتكون عم تعرض الرسم. اوكي فبتعمل هيك بالتالي شو نعمل المحاكاه. اوكي هلا التهيئه هون الانيشاليزيشن. اوكي من كيف تجهيز والتهيئه لكل شيء بتم. طيب هلا بقول لك ما في بالمره يعني دال التهيئه لوقت التشغيل. اوكي هي بتهيئ initialize the first time runtime functions called. خلص هي يعني بتبلش شغله وتهيئ نفسها. اوكي بمجرد ما شيء دالة تشغيل دالة وقت التشغيل. اوكي دالة الران تايم بتكون يعني شيء دالة من دوال الران تايم بيكون اشتغلت. اوكي او انطلبت. ف وبالاخص اي دالة عدا الدوال اللي جايين من يعني معالجة الاخطاء. اوكي وال والاقسام المتعلقه باداره الرام الاصدار. اوكي من يعني من دليل المرجع تبع دوال كودا. اوكي يعني هو قال لك اي شيء متعلق ب معالجه الاخطاء، دوال المتعلقه بمعالجه الاخطاء وايش علاقه ب يعني اداره الاصدارات مثلا اصدارات الاذن الحوسبيه وهي الشغلات. اوكي كلهم هول الدوال خلص دغري بصير في تهيئه للران تايم دغري بيشتغل معك الامور. اوكي بعدين الواحد بده يحط براسه انه لما اوكي لما يعني الدالة اللي بتقيس لك سرعة عمل النواة اوكي او سرعة عمل يعني او الوقت اللي اخذته وقت التشغيل، يعني في دوال مخصوصة لقياس الوقت اوكي لفترة التشغيل يعني داخل كرت الشاشة. اوكي ولما بتكون عم بتفسر رقم الخطأ اوكي لما تكون عم تفسر الخطا من اول نداء او اول طلب على الران تايم. اوكي ف فالران تايم هون بيخلق شو اسمه يعني سياق لكودا او عمليه تشغيليه داخل كرت الشاشه، يعني لكل كرت شاشه موجود عندك في الجهاز. اوكي هلا في سكشن اسمها الكونتكست السياقات اللي هي العمليات التشغيليه زي ما حكينا وقت ما فتحنا توب بالبينكس، يعني لما فتحت توب مثلا بتعرف شو في عندي شغال. اوكي فهي البرامج اللي شغاله هون فكل وحده لها رقم هون تمام. فالسياقات هي نفسها نفس الفكرة تبعيت كرت يعني المعالج عندك له عمليات حسابية المعالج الأساسي كرت أو مسميه بروسيس. الكونتكست هي نفس الشغلة بس على كرت الشاشة. أوكي فهذا السياق أو هذا الكونتكست أوكي هو السياق الأولي البرايمري كونتكست لا هذا الكارت. اوكي وبيكون مهيئ على اول داله وقت التشغيل
اول دائره وقت التشغيل، اوكي، واللي هي بتتطلب يعني شيء سياق شغال نشط على الجهاز، على كرت الشاشه عفوا، على جهاز كرت الشاشه، تمام. وهي بتكون مشتركه او مشاركه يعني بين كل ال يعني بين كل الثريدز او المسالك المتوازية اللي جايين من المعالج الاساسي، اوكي، مش من معالج كرت الشاشة، اوكي، اللي خاصين وين هدول جايين قاعدين في التطبيق. ف كجزء من صناعة او خلق شيء كونتكست، شيء عملية داخل كرت الشاشة، اوكي، الكود الخاص بكرت الشاشه بنعمل له جاست ان تايم كومبايليشن، بنعمل له ترجمه لكود باينري على الطاير، اوكي، اذا كان ضروري. نحن حكينا عن جاست ان تايم كومبايليشن بالقسم السابق، اوكي، وبعدين بتكون محطوط، وبعدين شو بتيجي هذا الكود بنحط وين في او هذا السياق، هذا الكونتكست من وين بنحطه؟ بنحطه ب بذاكره كرت الشاشه طبعا عشان يقدر يشتغل، تمام. بدك تتذكر انه في عندك برنامج شغال، فهمتوا كيف القصه؟ فكر فيها منيح مره ثانيه، بدك تتذكر انه في عندك برنامج شغال عشان تقدر تشتغل، اوكي. الطريقه الثانيه بدك تشعل الموتور مع السياره عشان تضل السياره شغال، اوكي، هيك بتضلك انا السياره تتذكر انه في موتور. لا طيب، ف هذا الشيء بيحدث بشكل شفاف، اوكي، كله بيصير بشكل شفاف. فاذا كان في حاجه مثلا ل مكتبه التعريف درايفر اي بي اي، او خلينا نقول اذا كان في حاجه ل يعني يعني التشغيل المتبادل، اوكي، او القدره على التشغيل المتبادل مع درايفر اي بي اي، مع مكتب التعريف، السياق الاولي البرايمري كونتكست هون تبع كرت الشاشه ممكن يندخل عليه، اوكي، يولج عليه من الدرايفر اي بي اي كما هو موصوف في القسم هون interoperability between runtime and driver APIs، اوكي، العلاقة التشغيلية والقدرة التشغيلية وكيف الأمور عم تشتغل، اوكي، بين يعني نظام وقت التشغيل، اوكي، بين runtime، ماشي، و مكتبة التعريف، اوكي، الدرايفر API. طيب هلأ هون لما شي host thread بتطلب يعني شي مثلا عندك المعالج الرئيسي في له ثريدز تاعونه مثل ما في عندنا ثريدز تبعون كرت الشاشه، اوكي؟ طيب يعني المسارات المتوازيه عندنا، اوكي؟ فاذا في احد المسارات المتوازيه الخاصين بالمعالج الاساسي، اوكي، طلب الفانكشن اللي هو اسمه كودا ديفايس ريسيت، واحنا اتفقنا كل شيء ببلش بكلمه كودا هن متعلقين بالتحكم ب يعني زمن او فتره تشغيل تبعيت او شو بصير وقت التشغيل داخل كرت الشاشه. بس اذا طلبت هذا كودا ديفايس ريسيت اللي هو اسمه يعني انه كرت الشاشه صفرها بلشها من اول جديد، اوكي، ككودا، تمام، عمل له اعاده تشغيل ككودا، تمام، التصفير، تمام، فهذا بدمر او يعني بمعنى انه بمحي بدمر شو اسمه السياق الاولي البرايمري كونتكست تبع كرت الشاشه اللي بتكون عم بنش يعني تبع كرت الشاشه بالمكان اللي عم بيشتغل فيه كرت الشاشه، اوكي، تمام، لحظه شوي، عفوا درسنا غلط، اوكي. فاذا كان في عند عملت كود ديفايس ريسيت بتدمر السياق الاول كود البرايمري كونتكست تبع اللي صاير داخل كرت الشاشه، اوكي، اللي متشعلق على شيء فرع تشغيلي من فروع تشغيليه اللي خاصين بالمعالج الاساسي، اوكي.
طبعا في فانكشن احنا بنكون مستعمله لحتى واحد يختار الكرت الشاشة عشان نقول وين هو. فاذا بتتذكروا معانا هذا هي الفانكشن، هذا اسمه كودا سيت ديفايس. عم اقول لها لنظام التشغيل تبع كودا، اوكي، اعتبروا عندي زي كان في نظام تشغيل خاص بكودا، اوكي. هذا هو الران تايم. ف هون عم نقول له بالسب ديفايس عم نقول له بدي اختار هذا الكرت. هلا احنا عندنا هون بالمين عندنا بس ثريد وحده هي الثريد الاساسيه، تمام. احنا ما فتحنا ثريدز ثانيه، اوكي. يعني اذا بنرجع هون، تمام، بشغلنا اذا بطلع هون في عندي ثريدات من البي ثريدز، مكتبه البي ثريدز اللي حكينا فيه سابقا، اوكي، انه بتصير كل مره تفتح ثريد شكل وبتصير بتنقي كارت الشاشه بتبعته وبتشغل، واضح؟ طيب هلا فهو يعني كمان عشان توضيح اكثر، عشان ما نتخيل، انا اكرم عليه التخيل يعني زمان عم بشرح لك طبعا. وفي واحد مثلا مره علم علي انه انا بطول وصل المعلومه، لا انا بحاول احكي لك اياها فتره طويله بعدين بصل مطرحها انه بتصير مضطر اوضح لك اياها صوريا. اوكي، فخلينا نشوف الجرافيكس، تمام. طبعا هذا بيكون الهوست عندك هون، CPU، تمام. هاي الهوست CPU. طبعا احنا بنعرف حاليا في عنا بيكون انه الواحد شو اسمه ممكن يطلع كذا فرع تشغيله، تمام، ثريدات كل وحده ثريد، ايه هول ستة ثريد معقولين. طيب المفروض يزيد اثنين اساس يكونوا اربع كور مثلا عندك، وتعمل هايبر ثريدنج بيعطيك ثمانية ثريدز. بتصير انت شو بتعمل اذا كرت الشاشه، اوكي، بتصير اذا هذا هون كرت الشاشه اللي هون بتشغل على واحد من الثريدات اللي هون فتحناهم، هون بصير في جوا عندك صار في سياق، صار في كونتكست هون، تمام، صار في كونتكست قاعد هون، اوكي، صار فيها سياق تشغيلي ان جي بي يو بالمعالج كرت الشاشة، تمام. فانت هون عم بيقول لك انه اذا طلبت الكودا ديفايس ريسيت بالثريد الحاليه، اوكي، بالثريد الحاليه، هاي الثريد اللي هون عم نحكي عنها، هاي الثريد، اوكي، بالثريد الحاليه بتكون انت شو عم تعمل؟ بتكون عم بتطير هذا السياق اللي قاعد في هذا الكرت، تمام. طيب هلا هون المرة اللي بتجي بعد، يعني المرة الجاية اللي بتجي بيكون فيها طلب على فانكشن ببلش بكلمة كودا من هدول اللي هن ران تايم فانكشنز، اوكي، دوال وقت التشغيل خاص بكودا، وشو اسمه، هاي المرة الثانية بتكون يعني انه انعملت بأي ثريد من ثريدات الكمبيوتر، مش ثريد كارت الشاشة، اوكي، اللي هي بتكون هاي الثريد تبعية المعالج الرئيسي تبع الكارت تبع الكمبيوتر، بيكون هو مالك هذا، او هو اللي شغل هالران تايم فانكشن، هو اللي شغل الران تايم فانكشن هذا، هو راح يخلق سياق جديد على هذا الجهاز، اوكي، بشكل اوتوماتيكي، كله على السيف بشكل اوتوماتيكي. هلا بقول لك الدوال تبع كودا بيستعملوا الحاله العامه الجلوبال اللي هي بتكون مهيئه او مجهزه، اوكي، خلال يعني اول ما بتهيئ البرنامج الهوست ل
التشغيل، اوكي، برنامج شغال على الكمبيوتر للتشغيل، وبيكون يدمر خلال يعني بس ينطفى البرنامج اللي بيشتغل على الكمبيوتر بينطفى معه الزوال الخاصين بكودا، اوكي. ف شو اسمه الكودا ران تايم، اوكي، والتعريف، اوكي، ما فيهم يعرفوا اذا هاي الحاله هي او هذا الوضع هو انفاليد، يعني مش مزبوط، اوكي، او غير متاح، يعني تمام انه في شيء مش مزبوط عم يشتغل. لذلك استعمال اي وحده من هاي الدوال بشكل صريح او مخبى، اوكي، او ضمني، يعني تستنجو يعني انت خلال فترة تهيئة البرنامج للتشغيل، او عند انتهاء البرنامج، بعد انتهاء البرنامج، بعد ما يخلص الفانكشن مين بقلب البرنامج تبعك، يعني هذا الفانكشن تبعنا المين بس يخلص، يعني هو التهيئة انك تشغل البرنامج، وبس يخلص عندك بعد ما نخلص على سطر 83، تمام، راح يعني ينتج عنه حالة غير معروف شو وضعها، اوكي، هيك ما حد ما بيعرف شو بصير بعدين. طيب، فهيك نحن بنكون خلصنا القسم 3.21. نشوفكم بعدين بالقسم اللي بعده تبع الديفايس ميموري تبع ذاكرة كرت الشاشة. اوكي، سلام.